إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد من دروس الأساليب والتراكيب، هو درس أسلوب الاستفهام. إيه هو أسلوب الاستفهام؟ أسلوب الاستفهام هو أسلوب يستخدم للسؤال عن شيء معين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أسلوب الاستفهام هو السؤال، أيوة، بستخدمه علشان أسأل عن شيء مجهول بالنسبة ليا، سواء كان الشيء ده زمان أو مكان أو عدد أو شخص عاقل أو غير عاقل، تمام؟ يبقى أسلوب الاستفهام هو السؤال. يتكون أسلوب الاستفهام من أداة استفهام والمستفهم عنه وعلامة الاستفهام. يبقى أداة الاستفهام هي المفتاح اللي بعمل بيه السؤال، تمام؟ وأدوات الاستفهام طبعا كلنا حافظينها، وكل أداة منهم لها استخدام معين. المستفهم عنه هي جملة الاستفهام. علامة الاستفهام اللي هي دي العلامة اللي احنا كلنا عارفينها، ومن العلامة دي مهمة جدا، ومن غيرها بقدر افرق ان ده سؤال ولا مش سؤال. ادوات الاستفهام، اول اداة من بتسأل عن العاقل، الشخص العاقل. ايه هو العاقل؟ العاقل ده اللي هو الانسان. من كتب الدرس؟ محمد كتب الدرس. محمد هنا ايه؟ عاقل، انسان عاقل، تمام. من شرح الدرس؟ المعلم شرح الدرس. المعلم ده ايه؟ عاقل اكيد، تمام. من زرع الحقل؟ الفلاح زرع الحقل. الفلاح ده ايه؟ شخص عاقل، تمام. الأداة التانية ما او ماذا، الاتنين نفس الاستخدام، بنستخدمهم للسؤال عن غير العاقل. ما هواياتك؟ هواياتي السباحة. السباحة هنا غير عاقل، رياضة غير عاقل، تمام. ماذا تفعل؟ ما عمرك؟ العمر ده غير عاقل، تمام. الأداة التالتة أين؟ أين بنستخدمها للسؤال عن المكان، بسأل بيها عن المكان. أين سافرت أمس؟ سافرت إلى الغردقة. أين تذهب صباحا؟ إلى المدرسة. المدرسة دي مكان، مكان بروحه، تمام. الأداة الرابعة متى؟ متى بتسأل عن الزمان؟ متى بتسأل عن الزمان؟ يعني ايه الزمان؟ يعني الوقت. الزمان يعني الايه؟ الوقت. متى تعود من المدرسة؟ اعود عصرا. عصرا ده ايه؟ وقت العصر، تمام. متى تذهب الى النادي؟ الساعة التاسعة. الساعة التاسعة ده وقت وزمان، تمام. ده اللي بعديها لماذا؟ لماذا بنستخدمها للسؤال عن السبب؟ يعني حاجة مش عارف سببها، بسأل بيها باستخدام ايه؟ أداة الاستفهام. لماذا؟ لماذا تهتم بدروسك؟ ايه السبب ان انت بتهتم بدروسك؟ لأكون متفوقا، لأنجح في الامتحان. كل دي أسباب، كل واحد ولي سبب. أنا بقى بسأل وبستفسر عن السبب بتاعك، تمام؟ كيف؟ كيف للسؤال عن الحال. عايز اعرف حال، الحال اللي قدامي ايه؟ الحال، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، ماشي. كيف سافرت؟ بس عايز اعرف حال السفر بتاعك كان ازاي. سافرت ايه؟ بالقطار، تمام. كم بنستخدمها للسؤال عن العدد. يعني انا بعد، يعني الاجابة بتجي لي عدد. كم قلما في الحقيبة؟ في الحقيبة 4 اقلام، يعني هيجي لي عدد. الاجابة بتاعتي هتبقى عدد. الاجابة بتاعتي هتبقى عدد. كم عمرك؟ 9 سنوات، تمام. هل دي خبرية للإثبات أو للنفي؟ يعني إيه؟ يعني إجابتها دايما بنعم أو لا. هل خبرية
بنجاوب بيها بنعم او لا. يعني ايه خبرية؟ يعني بتخبرنا بحاجة، يعني الحاجة دي فعلا حصلت ولا ما حصلتش. هل تحب القراءة؟ نعم نعم احب القراءة. يبقى انت اخبرتنا ان انت بتحب القراءة. هل تحب السباحة؟ لا احب السباحة. يبقى انت عرفتنا خبرية، يعني عرفتنا ان انت مش بتحب الايه؟ السباحة. السؤال الاول، اقرأ ثم اجب. يذهب خالد الى المدرسة صباحا. عندي جملة تحتها اسئلة. اول سؤال، يذهب الى المدرسة، ده سؤال من غير اداة وليه اجابة. خالد يذهب الى المدرسة، مطلوب مني ان انا اعرف الاداة اللي هستخدمها في السؤال ده عن طريق اجابة السؤال. طب ازاي يا مس؟ ايه الكلام ده كله يا مس؟ هقول لك ازاي. هبص على السؤال وابص على الاجابة. يذهب الى المدرسة، خالد يذهب الى المدرسة، واشوف ايه الكلمة الزيادة هنا. خالد، احط عليها دايرة وافكر فيها واشوف خالد هنا. خالد هنا، يا ترى هي عاقل ولا غير عاقل، ولا زمان ولا عدد ولا مكان، ولا ايه حكايتها؟ خالد، احسنت، خالد ده عاقل، شخص عاقل. طيب يا ترى ايه هي الاداة اللي انا لسه قايلاها بنستخدمها للعاقل، بنسأل بيها عن العاقل؟ من؟ يبقى من يذهب الى المدرسة؟ صحيح، خالد يذهب الى المدرسة. طيب نشوف الرقم اتنين، يذهب خالد، يذهب خالد الى المدرسة، ايه الكلمة الزيادة في الاجابة مش موجودة في السؤال؟ المدرسة. المدرسة هنا افكر فيها، يا ترى هي شخص ولا قصدي عاقل ولا غير عاقل، ولا مكان ولا زمان ولا عدد؟ المدرسة دي مكان بروح فيه، بروح فيه، بذهب اليه. تمام، مكان، مكان، يبقى بنستخدم اداة الاستفهام ايه؟ ممتاز، اين؟ يذهب خالد الى المدرسة، يذهب خالد الى المدرسة صباحا. ايه الكلمة الزيادة هنا بسرعة؟ احط عليها دايرة، صباحا. صباحا دي ايه؟ زمان ولا مكان ولا ولا عاقل ولا غير عاقل ولا عدد؟ صباحا زمان. طب ايه هي الاداة بسرعة؟ الاداة متى. يبقى متى يذهب خالد الى المدرسة؟